السلام عليكم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق حزنا بعد الإعلان عن وفاة يوتيوبرز مشهورة في زلزال تركيا، ويبدو أن هذه اليوتيوبرز المشهورة كان يتابعها قرابة 1 مليون شخص من الدول العربية. كانت تقدم محتوى روتيناتها اليومية مع زوجها وبناتها 6 على منصتي اليوتيوب وتيك توك. وقالت مصادر عليمة أن ضاحية تدعى طيوبة أم البنات، وهي سورية الأصل ومقيمة في إحدى المدن التركية مع عائلتها، وكانت تقدم محتوى يومي. وتفاجأ الجميع من متابعيها بتوقفها عن صناعة المحتوى بعد الزلزال، ليتفاجأوا بخبر وفاتها مع كل بناتها وزوجها في هذا الزلزال المدمر والذي أرعب العالم. إنا لله وإنا إليه راجعون.